يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام من وين ما كنتم، معكم جو جي دي 13 من هروج مصاره بحلقه جديده من توقعات، وهذه المره لمهرجان سيرفايفر سيريس 2020 ذكرى الاندرتيكر 30 سنه اللي عدت في مسيرته مع الدبليو دبليو اي وفي المصارعه بشكل عام، بس هي بالدبليو دبليو اي بالاصح. على العموم زي دائما وزي ما تعودتوا، انا والصوت الثاني اللي معايا دائما اللي تو صاح من النوم، the special one, the special joker. I to أيمن. The M to the A to the N, أيمن. Welcome. كيف الحال؟ الحمد لله. إيش الأخبار طيبين؟ واضح إنك توك صاحي. والله توي صاحي طالع كذا الجود السعيد. أقوم ولا أنام؟ خلاص يلا أقوم عشان جود. كيف الحال؟ بس عشان هذا الشيء إحنا تعودنا عليه، تعودنا إنه أنا وأنت نسويه، ما ينفع نسحب عليه يعني. بالضبط. سحبنا على الشهر الماضي صح؟ سحبنا على كثير أشياء مو بس على الشهر الماضي. يا برضو مشكلة النوم، لكن هذه المرة خلاص سيرفايفر سيريس لازم ناخذ بجدية شوي. أكيد. طبعا سيرفايفر سيريس يعتبر واحد من المهرجانات يعني البيج فور، الرويال رامبل، المانيا، سمر سلام، وعندك سيرفايفر سيريس، مهرجان يعني مرتقب، وخصوصا يعني بعد السنة الماضية NXT وكان فيه ثلاثة براندات وشغل كان مرة حماس. السنة هذه بسبب القلق اللي قاعد يصير حول العالم الوضع هدي شوية، لكن في هوية، والهوية هي تكريم مسيرة أندرتيكر 30 سنة. بدأ في سيرفايفر سيريس 90، والحين تتكلم عن سيرفايفر سيريس 2020، 30 سنة فترة جدا طويلة. أنا لو عندي حاجة بقول للأندرتيكر، يعني أنا ما عمري كنت مشجع مجنون لأندرتيكر، لكن أعشق الشغل والاحترافية اللي هو يسويها، أعشق الأشياء اللي قدمها في مسيرته، مبارياته العظيمة، القصص الحلوة. ممكن أكثر شخصية انجذبت فيها هي شخصيتين، Ministry of Darkness لما كان في وزارة الظلام، وبرضو American Badass مو Big Evil. American Badass جدا جدا أعشقها، وهو طلع صرح بنفسه انه واحده من احسن الشخصيات اللي قدمها امريكان باداس، ما هي بيجيفل. فذكريات جدا جميله، واتوقع انها حتوصل لنهايتها الحين، واتوقع نهايه حلوه يعني بالنسبه لاندرتيكر بعد يعني فتره جدا طويله، وبعد اعتزال غير رسمي. كل مره كل سنه في اعتزال غير رسمي او اعتزال تمهيدي، لكن لما قال انه ما عمرك تستبعد فكره انه ممكن مباراه، والحين نتكلم سيرفايفر سيريس ونتكلم ذا فيند ونتكلم اشياء كثيره موجوده. ما ابغى اول شيء بسمع منك يعني رايك عن المسيره العظيمه حق التيكر، وبرضو احتماليه ظهور احد زي ذا فيند في السالفه. يعني اتوقع في العالم كله فين ما تروح يعني اذا تتكلم عن المصارعه حيجي طاري هولك هوجن، حيجي طاري اوستن، ممكن ذا روك، بس اندرتيكر من الاسماء اللي على طول لو تقولها اي احد يقول لك اوه المصارع، يعني صح اسم جدا مهم يا عمو. ايوه شريك صح لما سمعت ذا روك. لا بس انه هوليوود موفي ستار، يعني الواحد يعني ياخذه يعني بالاعتبار. فأندرتيكر يعني ممكن من أول المصارعين اللي أنا عرفتهم في عالم المصارعة، من يوم مولد، من يوم سمعت عن المصارعة. وشي جميل جدا إنك يعني أخيرا يعني تشوف له نهاية يستحقها. أنا كان نفسي إنه ما يخسر بس في الستريك، بس من جد حلو إنك تشوف نهاية حلوة بالتراضي، بدل ما تكون مثلا زي ستينج إنه يعتزل بسبب إصابة خطيرة غصب عنه، جات بالطريقة اللي هو يبغاها وتكون طريقة مرة مشرفة. Thank you taker معنى كلمة thank you taker. والله مسيرة جدا ضخمة. ما تستبعد ذا فيند يكون مو شرط مباراة، بس يكون بينهم لقطة كذا، سيجمنت حلو بين الاثنين. ممكن ايوه لازم، عشان بس ما ادري. شوف هو اذا كان ذا فيند حتكون شيء حلو. الخوف هنا لو رموا له كم جابر وقالوا له يلا طلعهم تشوك سلام، كل واحد ضرب تشوك سلام على تومب ستون. بس انه اتمنى انهم يسووا حاجة حلوة، اتمنى تكون في حاجة حلوة يعني ريبريزنت ال 30 سنة اللي كان أندرتيكر فيها إصارة. عندي إحساس كذا فينس حيقابل تيكر خلف الكواليس قبل ما يبدأ المهرجان، يقوله تيكر I got a surprise for you, go into the ring and then we're gonna push all the jobbers for you and go kick some ass. yes. المهم ورانا كارد سيرفايفر سيريس فيه تقريبا 8 إلى 9 مباريات.
مباريات يعني ما يحتاج لها قصة، لأنه الصراحة يعني واحدة من أهم المباريات اللي تعودنا عليها، براند ضد براند، رو ضد سماك داون، ما كان فيه البناء اللي يحمسك، مجرد تعبية عدد كانت للأسف. ويعني فيها أعضاء قوية يعني، وبرضو في عندك الفريق النسائي، وأعلنوا أمس أنه حيكون فيه باتل رويال في الكيك أوف، براند ضد براند بدون أي هدف كذا، بس باتل رويال اللي يفوز إيش حيسوي؟ يحك رأسه بس. فقدموا هذه الأشياء في سيرفايف سيريز في آخر لحظة، فإحنا أخذها من الكيك أوف. أحتاج أسمع منك توقعاتك، أتوقع لو في حاجة ممكن نتكلم عنها هي أسماء، يعني أسماء كنا نبغاها تشارك في الفريق حق سماك داون أو رو، وبرضو أهم مباراة الناس كلها بدأت تتكلم عنها بعد التغير المفاجئ، درو ماكنتاير ورومان رينز. فحناخدها بأول حاجة طبعا مع الكيك أوف، الباتل رويال الخاص بالبراندين رو وسماك داون. إيش تتوقع؟ لوتشا هاوس بارتي والقربة ذي، وبعدين يجي لارس سوليفان يمحطهم كلهم ويرميهم؟ ممكن لارس سوليفان، يعني أنا مستغرب. أنا قبل فترة حتى كنا بنتكلم أنا وإنت وبقول لك لارس سوليفان هذا مختفى، قلت لي يا عمي انقلع خلاص مفروض أسبوعين ورجع مرة ثانية. يا أخي ما أعرف، مصارع عليه قضايا وعليه أشياء غريبة كذا وكثير كونتروفيرسي، ومع ذلك برضو بيدفوه، ما أدري إيش سوى البنس. ما أبغى أدخل في النية وأقرب الموضوع قلة أدب، بس في شيء الواحد لازم يسأل نفسه فيه، يعني لارس سوليفان ليش؟ فبس يعني ممكن لارس سوليفان، ممكن لارس سوليفان. أنا برضو ما يعني أنا كنت أفكر إنه ممكن لارس سوليفان يكون العضو الأخير في سماك داون، بما إنه أعلنوا أمس العضو الأخير، فما كان لارس سوليفان. فلما أعلنوا هذه قلت يب هذه هي، هذه لارس سوليفان حيدخل يمحط لوتشا هاوس بارتي حقين 205 لايف، إيه تايتس أونيل، كم اسم تاني، ويعطيك بيك الصرخة في الأخير ويمشي خلاص، هذا لارس سوليفان. ف يعني أنا وإنت نتفق على لارس، نتفق نوت أوكي، هو الأبرز يعني. يا هو الأبرز. حنروح للمباراة الأولى في العرض الرئيسي، واحتمال تكون مباراة الخمسة ضد خمسة الرجالية، عرض رو ضد عرض سماك داون. فريق رو يعني يعتبر ملغم أكثر من سماك داون بالنسبة لي الصراحة. هذا سماك داون رو عفوا، هذا رو أيوة، إيجي ستايلز، ريدل، كيث لي، برون سترومن، وشيمس. وبالنسبة لسماك داون بارن كوربن، سيث وولنز، جاي أوسو، أوتس، وطبعا آخرهم حيكون كيفن أوينز. الناس كانت تبغى بيجي في سماك داون مكان أوتس، لكن فجأة كذا ما كانت حتزلق من الكلمة يعني، بس دخلوا لك أوتس في الموضوع يعني. فما أدري يعني لما تجي تطالع فريق رو تحس فريق رو معنى كلمة مهتمين فيه وثقيل. سماك داون بارن كوربن كان مختفي فترة، فجأة رجع في الصورة وحطوه في يعني في هذه الفكرة. عندك سيث رولينز، جاي أوسو اللي تبنى بشكل جدا ضخم في آخر فترة، مكانه مناسب، وكيفن أوينز. لكن أوتس وبارن كوربن أحس مرة غلط يعني، لو كان بيج إي ومعاهم شخص مثلا زي دانيال براين هتكون مرة حلوة يعني، دانيال وستايلز وكذا. أوتس جاك out of nowhere، out of nowhere فجأة كده طلعوا ويلا خليهم يشاركوا. مع أنه سماك داون عندهم أسماء زي ما أنت قلت الحين، دانيال براين، عندك بيج إي، طيب استفيد منهم، حطهم وخلي المباراة لها قيمة. يعني بذا الشكل ما أدري يعني، واضحة بالنسبة لي. إذا حناخذ التوقعات يلا، ممكن يفوز تيم سماك رو. انا ما ادري، انا اميل لرو اكثر لانه انا شايف الاسماء اللي فيها صعب انها تكسر بسهوله يعني. بس شوف رو في اخر فتره في بينهم يعني بين الاعضاء في قلق، في توتر، ما حد متفق مع الثاني وكلهم يتقابعوا، عكس سماك داون اللي بمعنى كلمه ما بنوا قصه للفريق كذا على السكيتي. فعشان كذا انا احس طيب سماك داون اللي حيخطفها. ما هذا اللي يخليك تفكر وتقول اوه لا هذول حيفوزوا، ليش؟ انهم انت تقول في نفسك انه هذول ما بينهم توافق ولا كيمستري، متشعترين، فجاه كذا يفوزوا. بعدين يقول ما ادري، انا هقول رو خلاص دام انك حتختار سماك داون. هذا الاسلوب التقليدي حق مكمان، ما استبعد، اتفق معك. بس انا يعني مع سماك داون، يعني توقعي مع فريق سماك داون. طيب خلاص انت تيم سماك داون انا اوكي. التيم المباراه الثانيه حتكون تيم رو ضد تيم سماك داون النسائيه. تيم رو حيكون فيه له بيتر رويس، نايا جاكس، وشينا بيزلر،
وطبعا معاهم لانسي ايفنز ولانا في الاخير ليسي ايفنز عفوا ولانا فهذا اخر اسمين انضموا لهم مع بيتر رويس. وبعدين عندك تيم رو عفوا سماك داون بيلي نات ناتي ناتاليا ايش اسمها ليف مورغان روبي رايت و ايش اسمها اللي من جات من NXT نسيت اسمها حقت الاي اس تي بيانكا بيانكا بلير زوجت زوجة هي والله شكرا انقذتني فجأة كذا راح الاسم من راسي. المهم مباراة يعني ما صراحة بالنسبة لي ما لها ذيك الأهمية أبدا أبدا بس واضح أنه كل ذي مباراة عشان تساعد لانا طلع لانا دف لانا فوق. فايش توقعك؟ باثروم بريك باثروم بريك تمام تمام يب. تمام 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 سنسر لازم يكون في مباراة لازم يكون في مباراة يعني كده تكون ما لها قيمة وتكون باثروم بريك ما حيكون الكيك اوف لأنه أنا جيبي جاي لكن اللي بعد المباراة الثقيلة تجي هذه المباراة يعني ماذا شوف الأسماء اللي موجودة يعني كلبية doesn't make any sense. كلبية لخبطة كلبية مين لانا ما ليش والعجوز أولاد. هذه اللي ناتاليا خلاص ماما ناتي اللي انت يعني. قاعد ماما ناتي اوكي شكر ماما ماما ناتي يا عمي ما ودي نطول في هذه السالفة ندخل على المباراة اللي بعدها حتكون لقب اليو اس البطل بابي لاشلي من هيرت بيزنس ضد بطل القارات الانتركونتيننتال تشامبيون سامي زين. سامي يعني قاعد يجلد بابي لاشلي في السوشيال ميديا وجلد حلو يعني مع العنصرية اللي قاعد تصير في أمريكا فقاعد يرمي كذا كلام على بابي لاشلي بما أنه سامي كندي يعني يعتبر. المباراة برضو يعني ما تبنت بشكل مناسب ولا بس مجرد هرج سوشيال ميديا لكن ما أدري أحس أنه بابي لاشلي حيمحط سامي زين عندي إحساس حين طيب. محط سامي كذا سريع سريع بس تتوقع أن المباراة تطلع حلوة؟ لا ما أظن ما أظن تتوقع أنا ما أحط سريع وخلصنا لأنه قد شفنا هذا العداوة وعرفنا أنه سامي زين ما هو تركيبة كويسة مع بابي والعكس عرفت بابي ما هو تركيبة كويسة مع سامي فعن نفسي أنا يعني مو مرة طيب متحمس بزنس. ممكن يكون له أي ممكن يكون لهم دور تخريب في المباراة دي ومين يكون له دور يساعد فيه سامي ما حد سامي حيكون لوحده في السالفة انت من يوم ما شفت سامي رجع قد شفت له خسارة كده اللي هي يخسر ويجلس مسدوح على الأرض لا كلها ياخذ نفسه ويفقع فهل تتوقع ان المباراة زي انا ما اعرف ليش بتكلم في ذي النقطة لكن اللي ابغى اقوله ان المباراة هذه ما راح تنتهي ببطل او بفائز لا الا لو كان سامي زين سواء اتوقع سامي زين سامي زين يا انا اختلف معك اوكي انا مع بعضي رغم اني احب سامي مره. طيب عندنا مباراه القاب التاك تيم فرق ابطال فرق سماك داون ستريت بروفيتس ضد ابطال فرق الرو نيو داي كوفي كينغستون وكزيفير وودز. المباراه صراحه كل الناس بما انه الحين بيج اي ما له اي دور صارت حاطه عينهم على هذا المباراه تقول بيج اي هنا حيكون له دور ايش شوف يعني؟ ايوه ترى البناء كان من طرف واحد واللي هو ستريت بروفيتس وبيج اي في اخر فتره يعني يشتغلوا بين بعض ويعني لو تشوف سماك داون تشوف ستريت بروفيتس كانوا بسيجمنتس مع بيج اي وكانهم النيو داي ويطقطقوا على النيو داي وبيج اي يطقطق معاهم فالوضع يعني فيه له كذا زي ما تقول سمكره من تحت لتحت كانهم يوضح انه بيج اي ممكن يقلب على النيو داي بس هذه استبعدها مره بس احس انه بيجي حيكون له دور في ذي المباراه. طب لو كان يبغى يخلوه يقلب ما كان خلوه يقلب اول ما صار السبلت كان يكون افضل هو المفروض يكون مره أفضل. كان يكون افضل في المباراه الاخيره ذيك اللي كانت الاخيره بعد الدرافت كانت مره حتكون حلوه انه كوداعيه بس انه ما اعرف ما احس انها قلبه اكثر من انه تمهيد للقلبه الحقيقيه انه ممكن يكون زي ما تقول الدبوس اللي يخرب بينهم فجأة كذا بين الاثنين وكلهم الفريقين يقعد يقولوا هو 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 عرفت شغل أمونجاس يعني أمونجاس أمونجاس ها إيش رأيك توقع بيجي ومين توقع اللي يفوز معك شوف أنا معك في موضوع بيجي أوكي إيفن دولي الأمانة عشان يكون المشاهدين واضحين أنا لما أتفرج على سماك داون ليتي يعني كثير بس اقول يلا انا مع نيو داي يلا انا عكسك خليني عكسك مع النيو داي انا مع النيو داي
ماشي. انا مع نو داي برضه، انا ما قلت مع ستريت انا بروفيس. مع ستريت بروفيس قاعد ام طيب هذا شكله هنا من جد كلها كذا ضد بعض. طيب حنجي المباراه اللي بعدها، بطلة سماك داون ساشا باثروم بانكس باثروم ضد باثروم اسكا بريك. حبيبتك بطلة رو ما لا ما عندي تعليق. اسكا تفوز ساشا فور ذا وين. ساشا فور ذا وين 100 100. طيب انا اقول اسكا حتجلد ساشا طبعا ما اكيد 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 انت دائما مع اسكا اكيد طبعا 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 رقطوا ما لي دخل انا مع ساشا ما ادري اذا تبي تقول شيء عن هذه المباراه انا نفسي اي دونت كير مشكله يعني. طيب كيفك نجي لمباراه المين ايفنت، مباراه الترايبل تشيف الهيد اوف ذا تيبل رومان رينز بطل ال دبليو دبليو يونيفرسال تايتل ضد السكوتش سايكوباث البريف هارت حق دبليو دبليو اي حامل السيف العظيم درو ذا لاين هارت ماكنتاير الدبليو دبليو تشامبيون. مباراة يعني على الكارت ترى ثقيله يعني شيء والقصه اللي سووها في خلال عرضين بس او ثلاثه مره حلوه يعني بنوا حاجه سريعه وحلوه. الحين كل الارتقاب على هذه المباراه تتوقع يعني حاسس بمباراة انه حاسس بنوعيه اللي هي يسموها بيج فايت فيل. تتوقع انه كذا بيج فايت فيل كذا في ذا الاحساس؟ ايوه احس انها مباراه كبيره. الشهور الماضيه واللي شفناه من درو ماكنتاير خصم جدا مناسب انه يلعب ضد رومان رينز. اللي شفناه في الفتره الاخيره كاركتر عظيم جدا قاعد يقدمه رومان رينز. تحس انه مباراه من جد قيمه ومن جد على قامه السيرفايفر سيريس. مباراه انا جدا متحمس لها صراحه، ايفن ذو انا ما شفت البيلد اب في اخر اسبوعين، بس انه قرار انه مغير الحزام هذه انا لي رايي هات وخذ فيها. يعني موضوع انه راندي ولا لا، في ناس كثير بيقول لك كان راندي المفترض يلعب ضد رومان. هرجع انه ما ادري، ما كنت اتوقع ان المباراه تاخذ قيمتها اذا كانت راندي ورومان. لكن ذا الشكل اتوقع المباراه حتكون حلوه، حتكون اقوى بكثير. مباراتهم في رسلمانيا 35 السنه الماضيه كانت ماشي حالها، ستيب داون لرومان رينز بس هيوج ستيب لدرو ماكنتاير. الان الاثنين يجيبوا حاجه للمباراه، الاثنين لهم قيمه عكس هذيك المباراه كان رومان شايل درو اكثر. فيا انا عن نفسي اتوقع رومان رينز بطريقه او باخرى ما حيخلوه يخسر لانه ما يبغوا يهزوا الصوره هذه. لكن يو نيفر نو، ما تدري ايش يصير. سو انت ايش رايك؟ انا ما صراحه ابغى اسمع اللي عندك. والله شوف لما تجي تطالع فيها من ناحيه حلول لاختيار فائز ففي حلول، واوسطها هو جاي اوسو. جاي اوسو يكون اللخبطه، يعني لما تجي تشوف عرض سماك داون الاخير هتلاقي انه جاي اوسو تدخل في كلام رومان وصار يقول انه احنا احنا احنا، ما صار يقول رومان هو الهيد اوف ذا تيبل وكذا، صار يقول احنا الترايبل واحنا واحنا، ففصل عليه رومان رينز. فكان في زي استهتار وتهور من جاي اوسو، فممكن التهور هذا يكون سبب انه يبي يدخل يساعد رومان ويخربها وتنقلب على رومان، ويصير يعني يقدروا يبنوا حاجه بين رومان وجاي اوسو ويكملوا الفيلم. هذا حل. أوكي. هذا حل. بس أنا ما الحل إنه درو ماكنتاير يفوز. رغم إني مرة مبسوط من رومان. لا مو فير. أنا أشوف إنه حان الوقت إنه رومان خلاص يستغني عن بول. رغم إنه بول مرة جميل معاه. مرة حلو إضافته، بس ما هي الإضافة الضخمة. يعني رومان شال الشغل. توقعنا إنه بول حيساعد رومان في القصة دي كلها. لكن بعد كلمة رومان شالها ولا احتجنا بول هيمن، فحس انه هذا الوقت المناسب انه بول هيمن عارف هو اللي يخرب المباراة على رومان ودرو يفوز، بس بدون ما يكون بول هيمن له دور مع درو خلاص ينتهي. وبول هيمن بعدين ايش حيكون عنده شغل؟ خلاص يحطوه مع لارس سوليفن. نايس، كأنه الاخ يعني محتاج اي دفعة ولا اي بوش. حلقنا شروح حشر. It's happening bro. لا ما راح يصير. It's happening bro. إن شاء الله. أنا أتمنى فول هيمن يكمل. هذا رأيي وإن شاء الله راح يصير. يعني توقعك أنت رومان وأنا
درو ماكنتاير. لا انا اتوقع درو ماكنتاير ما غيره. لا ما غيره يعني. أيوة. هذا الشيء الوحيد اللي نتفق فيه انا وانت درو. هذا الشيء الوحيد اللي نتفق فيه ونتفق صح احنا اختلفنا في اسم. اتفقنا في لارس سالفن. لارس سالفن ايوه صح اتفقنا في البدايه. شكله لارس مع بول هيمن هو اللي يدخل يخرب الفرحه في الاخير. لا 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 لا, لا. طيب سؤالي الاخير. لا لا ما راح يصير. مس يكون له دور صار في الحقيبه يعني عنده حزامين قدامه. يا ليت يا ليت والله العظيم. أوكي. لا صفق والله لا صفق لو صارت. أيه؟ بس بشرط ان ذا ميز ياخذ الحزام. حزام اي ما راح اشوف اي واحد اختار اللي يبغاه. اللي يعجبه. انا احس حيجي يصرفها وحيمحطوا ويطلع لا خسران. لا لا حرام حرام حرام. لازم ميز ياخذ الحزام هو. لازم حيدي لازم. حيدي نكهه حلوه. تصدق والله شوف اسمع اذا كذا انا اقول لك شيء. حزام دبليو ممكن ميز ياخذ الحزام. ايوه ياخذ حزام دبليو دبليو من درو. ويصير الان عندنا 3 واي تي ال سي ماتش. ات ميك سنس منطقيه مره. يا يمديك تلعبها بطريقه مختلفه. صح صح يلا يا ليت والله. حتى ما اتوقع انه ياخذ من رومن. رومن اقوى. رومن افضل. يب. صعب جدا انك تروح برايه. يا يا طيب بعدين رومن هيل يعني فصعب انك تخش. وهيل مو اي هيل. هيل قوي قوي مره. ايوه هيل هيل مره يعني. انت هيل وهو هيل يعني. اتوقع درو ماكنتاير ميك سنس. ميك مور سنس. طيب هم اصلا يبغوا يرفعوا عداد القاب درو يعني. فوزوا على راندي كان اكبر سبب. فاحتمال يخسروا بعدين يرجع يستعيد اللقب للمره الثالثه. عرفت عشان يستعجلوا في بناءه لانه مينيا جاي. عارف فيبغوا يكبروا من اسمه زياده. طيب اي حاجه اضافه اخيره بالنسبه للسيرفايف سيريس؟ وير از راندي اورتن. وير از راندي اورتن يكون له دور في المين ايفنت. هذه اخر اضافه ممكن. انا ما أنا اظن انه حنشوفه في العرض هذا ابدا. انا بس بقول يعني انه وير از راندي اورتن وي وونت هيم. شوف لو ابغى حاجه انا من راندي يعني لو ذا فيند ما في مع تيكر فانا ابغى ار كي او على تيكر من راندي انه كذا مع السلامه. ايوه مع السلامه. اجلد امه ويمشي. anyways لا لا تين وتيكر. من 10 اعطيني مستوى حماسك للسيرفايفر سيريس هذه السنه. 6/10 لأن المباريات كلها صراحة بعبيص ما منها أي قيمة كذا بس خلطة وارمي. مباراة المين إيفنت هي أكثر شيء. أتفق. أنا زيك يعني حول 5.5 و6 وتعودنا إنه 5 و6 هذه دائما العرض يطلع حلو فما أدري كيف حيطلع العرض. على العموم المهرجان حيكون فجر الاثنين يعني ليلة الأحد الساعة 2 يبدأ الكيك أوف والساعة تقريبا 3 يبدأ المهرجان أو الساعة أيوه بالضبط إن شاء الله. على المهم يعطيكم ألف عافية. انبسطنا معاكم في هذه الحلقة من التوقعات وفي فجأة ناموسة ورجاء موسم البرد. فشكرا لكم. شكرا أيمن. شكرا لك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يمديك ترجع تنام الحين وأنا يمديني أشتغل على الحلقة وأفاحة لهم. يعطيكم ألف عافية. لا تنسوا دعمكم. شكرا لكم. كذا نقول لكم إلى اللقاء.